أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة والعملات الرقمية أيضا. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.14%، يسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 93.43 دولارا للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات آخر جلسات الأسبوع وسط تصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإصدار الولايات المتحدة تحذيرا لرعاياها في جميع أنحاء العالم، فيما ذكرت أنا بوتا رئيسة قسم الأبحاث لدى إليان ستريت أن السيناريو الأسوأ للحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط إلى 140 دولارا للبرميل ويدفع بالعالم إلى حافة الركود. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ حددت بوتا احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو عند نسبة 20% مع تحول الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل إلى صراع إقليمي واسع النطاق يؤدي إلى توقف إمدادات النفط الخام. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.42% عند 1988 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط زيادة مخاوف الأسواق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وصعدت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 5% لتغلق فوق مستوى 29,000 دولار. وارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات اليوم بعد إعلان منصة كوين باس عن ثقتها بشأن موافقة المنظمين في الولايات المتحدة على إطلاق صندوق متداول للبيتكوين وتعديل كل من بلاك روك وفيدلاتلي لطلبتهم الخاصة بإطلاق صناديق للعملات.